يا الله شو بدي ساوي؟ ما أعرف، بدلت ثيابي وصحيت من النوم وقاعدة ما بعمل ولا أي شيء. يعني الحين مثلا شو بدي ساوي؟ شو بدي أروح؟ ما بعرف. والجامعة كمان ما حد فيهم اتصل لي وقال إنه خلاص إنه قبلوني. شو بدي ساوي؟ يعني بتمنى إن شاء الله إنه يقبلوني بالجامعة إن شاء الله. يا الله جوالي عم بيتصل. هاي نيرمين. هاي الو نيرمين، هاي جولي وينك؟ انا بالبيت، انا وين بدي اكون؟ شو صار معك بالقبول تبع الجامعه؟ لسه ما حكولي انه تم قبولي او لا. وانت يا نيرمين حكوك الجامعه؟ ايه الجامعه امس حكت معي، لانه انا سجلت من يوم ما من قبل ما اتخرج قبل الاختبارات النهائيه اتسجلت بالجامعه واجاني القبول امس الحمد لله. واو يحليلك يا نيرمين، الف مبروك تم قبولك بالجامعه. ما انا لسه ما حد حكاني من الجامعه وبتمنى انهم يقبلوني ان شاء الله. اكيد راح يقبلوك ان شاء الله، بكره اكيد راح يتصلوا عليك باذن الله. اوكي ان شاء الله. شو رايك جولي انه تجي نطلع نروح نتمشى شوي انا وانتي هلا؟ ايه تعي هلا بسرعه. طيب حبيبتي اصلا قد اصلا لابسه خلاص الحين هلا بجي. اوكي بس وين بدنا نروح؟ ما بعرف. اوكي خلينا نتقابل برا على المطعم. اوكي طيب تمام، مطعم همبرجر. اوكي رح نتقابل هناك، مع السلامه. هلا شو بدي البس؟ لا انا خلاص لبس، هلا بدي البس نظاراتي بعدين بدي احط هاي. بس ترى هلا صرت جاهزه، بدي احط شويه روج احمر وبدي احط شويه اي شادو على عينيتي. راح نحط شويه اي شادو، يا هيك صرت جاهزه. تمام يلا ليتس جو. اخ موبايلي، يلا خليني اروح، خليني اخذ معي شنطتي تحط بيه الموبايل اصحن من امسك بيه بيدي. ايوه تمام هيك صرت جاهزه، هلا راح اطلع يلا ليتس جو. ستي انا طالعه. انت طالعه؟ ايه انا طالعه مع نيرمين، بدنا نروح على مطعم همبرجر. اوكي تمام حبيبتي مو مشكله، يلا استنيك. لا حبيبتي حاضر ستي، يلا مع السلامه. إيه هاد اشترى امس ولا ودام حتى راسي ما شرب مع نفسه. يه انا خلاص وصلت. ايه بدك تطلب يا انسه؟ لا ما بدي اطلب هلا، بستنى رفيقتي. حاضر. شو بها نيرمين شكلها تاخرت؟ جولي. نيرمين اهلا وسهلا، والله فيك يا جولي وحشتيني كثير، وانت كمان وحشتيني كثير يا جولي. يلا تعي اقعدي، يلا تفضل قعدي. يا الله يا حبيبتي والله جد اني اشتقت لك حبيبتي جولي، وانت كمان وحشتيني كثير. يعني من زمان ما حكينا مع بعض، بس الحمد لله ان قبلوكي بالجامعه كثير، يعني مبسوطه لك كثير. ايه وانا كمان راح اقول لك مبروك، لانه انت كمان اكيد راح يقبلوكي بالجامعه، اكيد اكيد اكيد. ايه ربي يسمع منك حبيبتي يا جولي، يا حبيبتي يا نيرمين، ان شاء الله حبيبتي. شو رايك نطلب؟ اوكي يلا خلينا نقوم نطلب. لو سمحت انا بدي عصير فراوله، وانا بدي كمان عصير عنب، وانا بدي بطاطس وما ادري شو بدك تاكلي. ما بعرف انا بدي هاي الاشي، هاي ما بعرف شو هاد، بس هذا رز باللحم. رز باللحم؟ او ماي جاد، اول مره بعرف انه همبرجر يبيع رز ولحم، ما بعرف هاي اول مرة. اوكي بدنا منه حبتين وعصير اثنين. اوكي حاضر هلا بيجهز، وبطاطس كمان حاضر. يا حبك للبطاطس يا نيرمين. ايه البطاطس وغاشب حبيبتي، البطاطس احلى شيء بالعالم. واو واخيرا الاكلات اجوا، باين كتير الاكل زاكي. ايه والله باين الاكل كتير زاكي والله يا جولي. يلا خلينا ناكل، يلا بسم الله خلينا ناكل، خليني ندوق هاي اكل. لا والله زاكي طلع كتير، طلع حلو والله طلع زاكي.
ايه والله ترى زاكي عن جد كتير حلو. واو حتى عصيراته حلوة. بدك بطاطس؟ لا 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 انا ما بحب البطاطس. شو انت عم بتسوي رجيم ولا شو؟ قولي لي لو عم بتسوي رجيم. رجيم شو يا حبيبتي؟ والله ضحكتيني. رجيم شو بدي اسوي؟ انا اكيد ما بسوي رجيم. طب هلا وين بدنا نروح بعد ما اكلنا وشبعنا وعبينا بطننا؟ اكيد ما حنرجع على البيت. ما بعرف نشوف. واه والله يا جولي كتير كان فكرة حلوة انه اجينا على الحديقة. والله من زمان ما طلعت على الحديقة. تصدي يا اني بروح على المطاعم يا اني بروح على الكافيهات. ما قد جيت على الحديقة من زمان كتير صار لي فترة طويلة. لا انا كتير بحب الحديقة ودائما بجي على الحديقة. حلو يلا يلا خلينا ناخد بوزة. اوكي انا بدي بوزة بالفراولة وانا بدي بوزة بالشوكولاتة. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. شكرا. واو شو رايك ناخد بالونات كمان يا جولي؟ ايه ناخد ما في مشكلة. ايه انا بدي اللون البينك. ايه يا جولي انت والله كأنك طفلة تحب الالوان هاي. تحب اللون الوردي. كل شيء باللون الوردي. او ماي جاد يا جولي. مو طفلة بس انه انا بحب هاي اللون. يعني اللون مو خاص بالاطفال. اوكي انا باخد اللون الابيض او الاصفر هاي او الاحمر. ايه كتير حلو. انا كتير مبسوطة وانا كمان كتير مبسوطة. شو رايك كمان نروح ناخد غزل البنات؟ اوه كتير هناكل سكريات كتير. ايس كريم ما بيكفي؟ ما بعرف. اوكي خلينا نروح هنيك. هون في صار التزلج. شو رايك نروح هنيك؟ انت شو عم بتساوي هون؟ شو جولي انت عم تلحقيني هالمرة ولا شو؟ وليش وخص وانا بدي الحقك؟ يعني انا كنت هون بصالة التزلج. اوكي شو مين هاي ما عرفتين عليها؟ انا بكون صديقة جولي اسمي نيرمي. ما شاء الله عاشت اسامي. اوكي هلا انتوا وين رايحين؟ كنا بدنا نروح على صالة التزلج. اوكي بجمعكم؟ لا 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 تجمعنا. انت هلا كنت هناك صح؟ انا صاحبتي بدنا نروح بس لوحدنا. وانت خلاص كمل طريقك وروح. نرمين شو بك؟ ليه ما خليتي هذاك الشاب يجي معنا؟ واصلا هو شو بيقرا بك؟ كيف بيعرفك؟ هذا بيكون ابن عمي الكبير. ما شاء الله كتير حلو وسيم. ليه ما خليتي يجي معنا؟ كنا سلينا معه. يا حبيبتي شو سلينا مع السلينا؟ ما بدي كتير. كل ما اروح محل بشوفه هناك. ترى تو اجا من امريكا. هو اصلا ما بيعيش هون. لهيك عم بقول ما شفته ولا مره معكم في اي مناسباتكم. ايه لانه هو بس بيعيش برا ما بيجي هون كتير. ما شاء الله بس باين عليه كتير وسيم وكتير شخص كتير طيب وعسل. خلاص لو بدك تلعبي معه يلا روحي عنده. لا 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 عم امزح معك. اوكي خلاص يلا خلينا ناكل ايسكريماتنا دابو. خلاص يلا نلعب نتزلج شوي بعدين كيف بنرجع البيت. اوكي يلا لا. اوكي لو سمحتي فيكي تمسكي هاي؟ اوكي مو مشكلة فيني امسكه الكم. اوكي ثانك يو. بدنا نستعير هذا الزلاجة تبعك شوي عادي؟ ايه عادي فيكم تتزلجوا عليه شوي. وانا رح اخذ. شو رايك تعطيني انا البينك وتاخذي انت الجرين؟ اوكي يا جولي يلا خذي البينك. او ماي جاد يلا يلا خلينا نلعب. انا بدي العب اول اشي. اوكي دقيقه بس بيقف علي هيك. او ماي جاد او ماي جاد كثير في جنن. حبيت كثير. واو جولي انت بطلة والله انك شاطرة. يلا هلأ دوري انا. والله بخاف اسوي من هون عالي. رح اسوي انا من هون. لا تخافي يا خوافة ما بيخوف. انا هيك تمام. اوكي خلاص خليني امشي خليني امشي. او ماي جاد كتير حلو السلينة كتير. خلاص يا حلوة فيك تاخذ البالونات الك. شكرا الكم شكرا الكم. العفو يلا خليني نمشي. حبيبتي جولي لقيتي؟ ايه يا ستي انا اجيت.
شو رأيك يا ستي يا حبيبتي إنه نروح على السوق؟ شو؟ على السوق حلو يا ستي؟ إيه حبيبتي على السوق؟ أنا بدي أروح على السوق، بنروح أشتري شوية أواعي وملابس حلوين وفساتين. شو المناسبة يعني يا ستي؟ يعني ما حد يعني يلبس فستان إلا بمناسبة يعني؟ ما بعرف يا ستي والله ما بعرف. أوكي خلص خلص، خلينا نمشي، نزلي شنطتك هون وخلاص خلينا نروح. انا معي البطاقه حقت البنك. ما شاء الله يا ستي، يعني انت مستعده قاعده تستنيني؟ ايه حبيبتي ايه، يلا خلينا نمشي. اوكي يلا نفسي، خلينا نمشي يلا. اوكي ستي خلاص يلا خلينا نمشي، ما انه والله ما فحال اني اروح اي مكان، تعبت كثير من اللعب اليوم. خلاص حبيبتي يلا امشي امشي خلينا نروح. اوكي ستي وخير وصلنا البيت، والله لفينا السوق كله. يا ستي ما شاء الله عليك، ما خليتي محل الا ودخلنا فيه ما شاء الله. كل هالتياب يا ستي ما شاء الله. تعي حبيبتي انا بدي اقول لك شيء كثير 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 مهم. عم جد عم تحكي يا ستي شو المهم كمان؟ تعي حبيبتي تعي قعدي بدي احكيك. والله يا ستي انا كثير خايفه منك ومن حكياتك اللي كثير 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 مهمه. خلاص حبيبتي يا بنتي اسمعيني اوكي، انت سامعتني؟ ايه يا ستي يا حبيبتي انا سامعتك. شوفي يا جولي يا حبيبتي انا بدي اقلك من هلا، اوكي بكره رح يجي لعندنا ويليام. اوكي ايه يا ستي اوكي تمام. شو بعدين؟ رح يجي ويليام هو امه. ايوه راح يجي هو امه، يعني بدي اسوي لهم عشاء ومدري ايه ومدري وشو. لا يا حبيبتي ما بدي اسوي لهم عشاء ولا شيء، يا دوب اسوي لهم حلويات ونسوي لهم قهوه بس. طيب تمام شوفي بعدين. بكره راح يجي ويليام مشان يطلب ايدك، بده يتزوجك. شو عم تحكي يا ستي انت من جدك ولا عم تمزحي؟ شو يا حبيبتي في مزح بالزواج؟ ها في مزح بالزواج؟ لا يا ستي بس انه انا مصدومة يعني شو انا حبيبتي جولي تعرفي انه اصلا هون يعني عادات والتقاليد يعني ما بيسمحوا للشاب انه يتزوج الا من داخل البيت، يعني من داخل عائلته، يعني يا بنت عمه يا بنت خالته. فطبعا هو ما عنده طبعا بنت خالات، فعندهم بس بنت عمات اوكي وبنت عمه انتي وصفاء. يعني راح يتزوجك انتي راح يتزوج صفاء. فوقت ما نحن رحنا على العشاء في هذاك اليوم بالليل، وانت احنا هناك مشان هو يشوفك، وبعدين كده راح يقرر انه بدي يتزوج مين وهو بيحب مين. وهو اصلا من يوم ما اجى من السفر قال لي امه انه انا بدي اتزوج بس جوليا، انا بحب جوليا كتير وهيك 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 وهيك. وبعدين كده عزمونا عندهم على عشاء على المطعم وشافك وكتير انبسط وقال بده انه هو بدي اياكي انتي. كل هاد صار يا ستي وانا ما بعرف شيء. طيب ليه طيب انتو ما قلتوا لي انه هو بيحبني؟ وليه هو ما قال لي؟ يعني ليش؟ وانا كتير عصبت عليه انه هو عم بيراقبني ويروح وراي. طيب حبيبتي خليك من هذا كله دهين، انت موافقه انهم يجوا يخطبوكي ولا ما بدك انه يخطبوك؟ يعني ما بدك اياه؟ فقولي من البدايه عشان الناس ما يجوا هون وهيك، يعني انت مانك موافقه انها تقول لهم ان انت مانك موافقه. اما لو انت موافقه خلاص تمام، لان هم قالوا لي اني اسالك بس انا قررت اني اسالك عشان بعد كده بكره ما اتفشل الولد والله المسكين لو انت ما تبدك اياه. لا ستي يعني انا ما ادري بس انه ممكن يعني انا وافق ما ادري. حبيبتي فكري حال مو لعب، راح تنخطبوا بعدين كل المراسم بعدين كل راح تتزوجوا بالنهايه، يعني ما في لعب في القصص هذا، يعني تفكير واحد، تقرري قرار واحد يا ايه يا لا. اوكي ستي نشوف بكره ويصير خير ان شاء الله. طيب حبيبتي راح اقول لك انا التفاصيل بكره. بس هم اجوا لعندنا شو بدي يصير؟ اول شيء راح تجيبين القهوه اوكي، يعني تجي تضيفيهم الضيافه قهوه وهيك وتجيبي تضيفيهم يعني بس اوكي، هو هذا بس المطلوب.
بس ضيفيهم قهوة يا حبيبتي عشان ما انت ما تفشل هيك، وبعدين كده ما تعصبي كمان. اوكي انا اعرفك كتير عصبية. اوكي اوكي ستي، يعني انا بعرف اني اضيف قهوة يعني عادي، يعني بجيب القهوة بعطيهم وبس خلاص انتهينا. ايوه بس هذا هو، بس هذا هو خلاص انتهينا هذا هو. اوكي يا ستي مو مشكلة، موافقة. طيب يلا حبيبتي شيل الاكياس وروحي. طيب لو كنت قلتي لي يا ستي كنت راح اختار فساتين كتير حلوة. هلا فساتين هذا اللي ما اشتريته كلها فساتين عادية. يا حبيبتي كل شيء بيجي عليك حلو، شوفي هالشوز كتير حلو، يعني كل شيء فيه اشياء كتير حلو. خلاص خلاص روحي روحي حبيبتي روحي. يا الله قديشني مبسوطة قديشني مبسوطة قديشني مبسوطة، ما بعرف قديشني مبسوطة عن جد اني مبسوطة، راح اطير من الفرحة والسعادة. او ماي جاد، صح انه ويليام دمه تقيل بس لكنه شاب كتير ظريف، بس عن جد طلع شاب. او ماي جاد مستحيل، ما كنت عم فكر انه هو راح يتزوجني انا. او ماي جاد، يعني هلا هو راح يصير خطيبي بعدين كذا راح يصير جوازي رسميا. او ماي جاد، صح انه كتير دمه تقيل بس لكنه شاب كتير مهضوم. او ماي جاد، يعني انا مو مصدق، يعني انا ما بقدر ارفضه لانه كتير 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 حنون ولطيف، بس لكن يا جوليا فكر شوي. كل البنات بتتمنى، انا قلت اول في بالي وما كنت صغيرة انه ما بدي شاب يكون كل الناس بتحبه كتير وسيم، بس شو بدي اسوي من كبرت اتغير تفكيري، اتغير تفكيري كليا، صرت احب الشاب الوسيم. وهو وسيم طويل حلو كتير لطيف وحنون. او ماي جاد، احس نفسي فايزة بس لكن شو فايزة. يا الله يا الله ما ابسطني، يا الله ما ابسطني. لازم هذا الخبر يوصل لافضل صديقة لي نيرمي. بدي اقولها بدي اقولها. يا الله وين موبايلي وين موبايلي. او ماي جاد، نرمين الو حبيبتي، الو 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 جوليا شو بك؟ اشتقتيلي بسرعة. شو اللي اشتقت لك يا حبيبتي اليوم؟ ما تصدقي شو اللي صار. انا رسميا شفتي هذاك الشاب اللي كتير عم بتقولي انه وسيم هاد؟ اي اي عرفتي ابن عمك، بكره اجى ويخطبني. عم تحكي عن جد؟ شو بك نيرمين انصدمتي؟ انا كمان انصدمت والله، انصدمت وفرحت لك كتير. مبروك 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 جوليا، هذا اللي انت بتستاهلي لانك كتير انسانة لطيفة وحلوة كتير، وهو كمان وسيم وبيستاهلك كمان مثل ما انت بتستاهلي. او ماي جاد فرحت لك كتير، ما بصدق والله يا نيرمين كتير 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 متوترة ما بعرف. اوكي 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 اسمي اسمي حبيبتي، شو رايك اني اجي عندك؟ تحتاجين مساعدة في اشي؟ ما بعرف، ستي اخذتني على السوق واشترت لي فستان، راح البس الفستان اللي شات، بس ما الفستان مو كتير حلو مو كتير عاجبني، بس اني راح البسه هو، يعني ما بدي يعني ما بدي اجهز نفسي واسوي نفسي كتير حلوه وهيك، لانه يعني انا ما بعرف، يعني هو بكره يجي ويفاجئني هو عيلته، فما بدي اسوي انه انا بعرف. راح البس يعني فستان يعني كتير 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 عادي. اوكي اوكي تمام تمام مو مشكله مو مشكله. اوكي شو رايك تحطي ماسك على وجهك عشان تصيري كتير بشرتك كتير حلوه؟ حطي ماسك وزيني شعرك وسوي اشياء كتير 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 حلوه. اوكي 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 تمام، يلا مع السلامه مع السلامه. او ماي جاد، اوه راحت عن بالي والله، حقيقي راحت عن بالي. يا الله شو بدي اقولها هلا؟ اكيد بنت عمي صفاء لو عرفت اكيد ما بعرف هتزعل ولا لا، وستي كمان قالت لي انه ما لا اقول لي ولا احدا، والامر وقت ما هم يقولوا بعدين كده انا بقدر اقول، غير هيك ما اقدر اقول انا بنفسي. ما اعرف شو في، بس راح امشي مثل ما قالت لي ستي، ما راح اقول ولا حدا، بس انا قلت لنيرمين اكيد نيرمين ما راح تفضحني قدام الناس اكيد. هلا 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 راح احط على وجهي ماسك. يا الله وين الماسك؟ الماسك تبعي الماسك. بدي احط اول شيء هي ولوم شعري كله، بعدين كده بحط هالماسك. هالماسك كتير حلو كتير حلو. ايوه بحط على عينات خيار وبس، هيك صرت تمام.
واقعد 5 دقايق بعدين كذا يروح بعدين كذا بنام. هلا راح اطفي النور واحط راسي انام عشان اصحى بكره بكير. لا والله جولي انت لين دحين نايمه؟ انت العروسه ما جهزتي وانا من زمان خلصت. العصر اذن، هم راح يجوا الساعه 5. بقى ساعه راح تقدر تحضري حالك بساعه. ستي شو ساعه؟ ساعه عم تحكي؟ شوف الموبايل الساعه كم. يا الله افتحي النور، ليه ما فيقتيني من الظهر؟ كم بدي اقوم اجهز حالي، متى رح الحق؟ عم جد باقي ساعه، رح يجوا الساعه 5:30. باقي ساعه شو بدي اسوي هلا؟ يا ستي والله حرام عليك، ليه ما صحيتيني بدري؟ كيف بدي اجهز حالي هلا بسرعه؟ بدي الحق بدي الحق. انت شو هتساوي؟ مو قلنا لك لا تجهزي كثير، ساوي نفسك ما بتعرفي. ستي كنت بدي احط في وجهي ماسك واحط شويه مكياج، شفتي انت قاعده هلا تضيع وقت بكلامك كثير. الحقي بسرعه روحي لحمام تروشي. يا الله بسرعه 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 يا الله. يوه واخيرا لحقت، يلا باقي شوي نص ساعه كمان. راح البس هاي الفستان وراح البس هذا الشوز معه، بعتقد هيك صرت جاهزه. شو بدي اساوي كمان؟ شو بدي اساوي؟ بدي احط شويه ميك اب، شوي بس شوي، ما بدي كتر بس هيك شوي، واحط شويه روش. لا ما بدي هي، بدي الاحمر. بدي الاحمر الاحمر الاحمر. ايوه بس خلاص هيك جهزت، صرت كتير حلوه. ما بعرف البس نظارات ولا ما بلبس نظارات، بعتقد رح البس نظارات، احس حالي هيك حلوه. اوكي شو بدي احط على شعراتي؟ ما في شيء بيربق معه اكيد. لا والنظارات اخليهم ولا اشيلهم؟ بدون نظارات، خلاص بدون نظارات. اوكي هلا صرت هيك جاهزه كتير، يس وخلص في الوقت المناسب. يلا خلينا نطلع راح اسوي القهوه. يلا بسرعه. ولك شو هالحلاوه يا بنتي، والله صرتي كتير حلوه ما شاء الله عليكي، صرتي مثل العروسه ما شاء الله، عروسه والله. ستي شكرا حبيبتي. تعي 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 اقول لك، انا جهزت كل اشي لاني اعرف انك ما راح تصحي بكير، فانا سويت الكوفي سويت القهوه. اوكي سويت القهوة؟ ليه يا ستي سويت لكم؟ سويت بإيدي، بتأخرنا كتير حبيبتي، رح سوي المرة الجاية. المرة الجاية انت بنفسك تساوي القهوة. طيب شوفي هون، اول شي بتحطي هذا على النار، وما انا اقول لك قومي يا جوليا جيبي القهوة، هذاك الوقت رح تيجي تحطي على النار وتفتح تحت النار. اوكي بس القهوة تسخن شوي بترجعي تعبي بيه الكاسات. وهون الصينية بتحط الكاسات على هي الصينية وبعدين تجيبيهم. اوكي اوكي ستي انا بعرف ما بتعرفي حبيبتي، انا دائما اللي بحضر لك القهوة واعطيك القهوة دائما، ما بتعرفي كيف تحضريهم. خلاص يا ستي بتعلم يعني، شو عادي بتعلم. اوكي اوكي خلاص حبيبتي، بدي استناهم هون بس يجوا، بدي افتح لهم الباب. اوكي وانتي روحي على الغرفة انا بناديكي. اوكي حبيبتي روحي على الغرفة. اوكي ستي. يي شكلهم اجوا الناس، شكلهم اجوا، اكيد اجوا، عم بيدق الباب. هلا 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 افتح الباب. اهلين اهلين، تفضل تفضل، اهلين اهلين، تفضل حبيبتي تفضلي، تفضلي حبيبتي تفضلي 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 تفضلي. اهلين ستي، تفضل حبيبي ستي انت، تفضل حبيبتي. اهلين ستو، اهلين حبيبتي، تفضلي تفضل حبيبتي. هاتي بوس هاتي بوس حبيبتي. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله طيبة، وانت كيف حالك اخبارك؟ يلا تفضل تفضل حبايبي، تفضلوا اقعدوا، تفضل 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 حبيبي. والله انت شكرا حبيبي، شكرا شكرا لك والله شكرا. يلا تفضل تفضل حبايبي، تفضل اقعدوا. يلا تفضل تفضل اقعدي حبيبتي. كيف حالكم اخباركم؟ والله الحمد لله نحن كويسين الحمد لله. وينها جولي؟ جولي والله في غرفتها قاعدة تلعب بالتلفون. يا حليلة ما بتعرف عن شي ما قلتي لها لسه؟ لا يا حبيبتي ما قلت لها ولا اشي لسه حبيبتي، في غرفتها. يصير خير ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله ان شاء الله، بس انها توافق ان شاء الله علي ان شاء الله حبيبي ان شاء الله حتوافق. انا بعرف جولي، جولي كتير طيبة
واعتقد انها توافق ان شاء الله، يعني ما بعرف ان شاء الله. هلا بنادي يا جولي، جولي حبيبتي، جولي يلا تعالي، اجوا عندنا ضيوف، اجوا للضيوف يا جولي. تاي حبيبتي جولي تاي، اهلين خالتو، اهلين حبيبتي يا جولي، اهلين والله، من زمان ما شفناكي والله، اهلين جولي حبيبتي، اهلين، اهلين ويليام، اهلين يا ملاك، اهلين، اهلين حبيبتي. شو؟ لا بعتذر بعتذر، غلط بالغلط. والله ضحكوني، والله ضحكوني. شو حبيبتي وحبيبتي، بسم الله. والله ما بعرف الكلام ضحك. الحمد لله، بس شو بدنا نحكي، بس يلا الحمد لله. حبيبتي جولي روحي جهزي القهوة، جيبي لهم قهوة. يلا حبيبتي، حاضر ست، هلا بجيب لكم القهوة. شوفوا هذا الغبي، لسه حبيبته حبيبتي، يا الله، وكاني ما قلت لزينة دي حبيبتي هذا القهوة. خليني بس اجهز القهوة. يا الله، حط هذا على النار اول اشي مثل ما ستي قالت، وبفتح النار تحته بس يبلش انه يغلي، على طول بطفي النار، بعدين بشيله بصبصب بالفناجين القهوة. تمام، أيوة، والله ريحة القهوة كتير بتجنن ما شاء الله. والله ستي أبدعت. بعدين هلأ رح آخذ القهوة وحطوه على الصينية هيك، وبعدين هيك، وبعدين هيك. يعني ستي حطت 4 فناجين على عددهم، يعني انا ما بدي اشرب قهوة يعني معهم، او انا اصلا ما راح اقعد معهم، ما بعرف. تفضلي قهوة ستي، اول شيء ضيفي خالتك حبيبتي. تفضلي خالتي. شكرا حبيبتي. تفضلي ستي. تفضلي ملاك. تفضل ويليام. شكرا، شكرا، العفو. تي جولي، شو ما بدك تقعدي معنا؟ اللي بدي يقعد بس كان بدي رح اجيب موبايلي بس. قعدي قعدي حبيبتي، قعدي معنا، بدنا نحاكيك في اشي كتير 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 مهم. شو الحكي اللي مهم كتير؟ تي حبيبتي، تي هون، تي هون، تي قعدي حبيبتي. اوكي، شو هو الحكي اللي كتير مهم؟ يلا حكولي. شوف، اوكي، خلينا نشرب هالفناجين القهوة، بعدين كده بنشرب القهوة، مو مستعجلة على شرب القهوة. اي والله معك حق. شوفي جولي حبيبتي، هاد انت بتعرفي، تعا انت وراسك اللي تبيه، تعا حط القهوة، تعا يلا يلا تعا. شو يا امي، راسك كبير؟ اي راسك كبير، حرام عليك يا امي، هيك بتفتشليني قدام الناس وقدام زوجتي المستقبلية. شو انا ما قلت ما بحب هالحركات؟ ايه حبيبتي، هو صادق صادق الصراحة. نحن جينا اليوم خصيصا مشان نطلب ايدك لابني ابراسي كبير ويليام. لو انت وافق ام لا حبيبتي. شو يا امي، والله حرام عليك، والله نقضح كتير، ضحكتين كتير. ايه والله يا امي حرام عليك. ايه يا حبيبتي يا جولي، ايه يا حبيبتي يا جولي، شو هو اللي قررتي حبيبتي؟ اجينا اليوم مشان نطلب ايدك لابننا ويليام، راسه كبير، بدي يتزوجك. لو انت موافقة او منك موافقة، هذا القرار قرارك، وبدي قرر اي وقت بدك اياه. اوكي اوكي حبيبتي. طيب هذا خالته، بس لكن يا حبيبة خالتي، بدنا القرار اليوم وهلأ ونحن قاعدين، إذا أنت موافقة بدك يا أو لا. هو بدك، هو بده إياكي، وكتير مبسوط وفرحان كمان، ومو قادر ينام بالليل من كتر الفرحة. خلاص يا أمي، أنت هلأ عم تفضحيني بعد ما هي فضحت ذاك اليوم. شو؟ خاف خاف، اسكت اسكت أنت. يلا يا جولي احكي، إذا أنت موافقة عشان خلاص أنتي صديقات وهيك، عرفتي؟ إيه إيه، أوكي بفكر. يلا حبيبتي يلا فكر وقولي لنا. قعدي قعدي حبيبتي، لا تتوتر حبيبتي. جيبوا لها مي، جيبوا لها مي، هلا أنا بدي لها مي. لا ما بدي مي،
راح نجيب لها كاسة مي لأنه شكلها انصدمت كتير، ما عارفة تحكي. تفضلي 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 حبيبتي، تفضلي مي. شكرا ستي. يلا يا حبيبتي هلا تعطيني القرار، انت موافقة ولا منك موافقة؟ اوكي انا موافقة. عمجد يا بنتي، عمجد عمجد عم تحكي؟ يعني هلا انت هتصيري كنتي وبنتي عمجد؟ ايه يا خالتو انا موافقة. زغرتي 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 يا ستها زغرتي. عمجد انا مو مصدق. جيب الخاتم جيب الخاتم، بعرف انك كتير 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 مبسوط. يلا روح جيب الخاتم من السيارة وتعال بسرعة. حاضر حاضر هلا بجي بجي بنت الطيارة. هيا روح 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 براس كبير. والله نحن عم نضحك اليوم بسببك، والله العظيم عم نضحك، والله هذا ما بعرف. يلا جبت الخاتم، هلا اسمحوا لي بدي اقدم لكم عرض كثير 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 حلو مثل المسلسلات. اكيد 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 شفت الفاجعه على المسلسلات فما حخلي هذا الشيء في خاطره. اوكي هلا كانه ما صار اشي، رح اجي هلا واركع على ركبتي واقول لجولي هل تقبلين ان تتزوجيني يا جولي؟ والله العظيم ضحكت كثير. هلا من جد هل تقبلين أن تتزوجيني يا جولي؟ أجل أقبل ذلك. اتفضلي هاتي لبسك الخاتم. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. الله يبارك فيكم كلياتكم. ألف مبروك. I'm going to go.